بدار المغرب. ها نحن اليوم نحط الرحال في العاصمة الأوروبية بروكسل، شاكرين الإخوة، شاكرين الإخوة على ما قدموه من جليل أعمال. وفي البداية للتاريخ أخص بالذكر الجمعية العالمية، هذه الجمعية التي استطاعت في ظرف وجيز إعداد هذا العمل. فباسم مجموعة المشاهد نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدة المناضلة الأخت عائشة البقالي لما قدمته لنا من جميل صن وحب في الثقافة، لا لشيء إلا لأنها خادومة لوطنها تحت الشعار الخالد الله الوطن الملك. أكيد على أن العمل اللي عنده دلالته تيمر من واحد المجموعة من المراحل، ولكن حينما يكون العامل المشترك هو حب الإنجاح والإقلاع، هذا كان شعاري تهيئ لهذا العمل أنا الأخت عائشة. فبكل جرأة أدبية أستسمحها إن بلغت بي الأعصاب ذروتها فهي الأخت وهي المناضلة، فلنصفق جميعا على عائشة البقالي. وبهذه المناسبة أشد بحرارة على مسؤولي هذه المدينة السيد السفير، هذا الرجل الذي فتح الباب على مصراعيه مؤمنا بالقضية. أشد بحرارة على يد السيد المستشار الثقافي بنباهته بوطنيته، وأقف وقفة إجلال واحترام إلى السيد القنصل العام، هذا الرجل الذي استرخص كل غال ونفيس خدمة لإنجاح هذا التلاقي. هكذا كنا نطمح في السبعينات والثمانينات أن تكون العلاقة بين الشعب والسلطة، هكذا. ولهذا الهدف كتب الكثير، قولوا يا أهل الواسع لنرى الحالة مقهورة، العفو يا بابا واش الحق يزول قلبك دابا نسونا في المعقول، وزيد يا مجمع العرب نوضوا نقلعوا. خزانة المشاهد الآن تصل إلى 260 قطعة. أشكر الإخوة أعضاء اللجنة التنسيقية على مستوى التراب هذه الدولة الصديقة بتنسيق مع الأخت عائشة البقالي، الأخت حبيبة جبور، الأخ كريم، الأخ علال. ارفعوا علينا شوية. السلام عليكم. مساء الخير، مساء تجمعنا فيه روح الوطنية، مساء يجمعنا فيه افتخارنا بمغربيتنا واعتزازنا بمغربيتنا، مساء يجمعنا فيه حب وطننا ونحن نفتخر بمغربيتنا. فمرحبا بكم، وأنا كنرحب بكم، كنقول لكم أنا سعيدة لأنكم لبيتوا الدعوة وجيتوا في هذا الحفل اللي كيجمعنا فيه الحب ديال الوطن ديالنا، وحنا غنبقى ومغاربة وندافعوا على مغربيتنا حتى آخر حبة رمل في الصحراء المغربية. مرحبا بكم، وانا ماشي هنايا باش نبقى نقول لكم لي ديسكور، ولكن جيتو باش تسمعوا المشاهد، فما غاديش نطول عليكم وغادي نخليكم تسمعوا المشاهد. فشكرا وفرجة ممتعة ان شاء الله. حضور كريم. Thank you.